طيب هنروح بقى الفيديو جراف هنا عن فوائد تمارين نط الحبل. يعني كلنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين، بس يمكن يعني الاستفاده اللي منها ما كناش عارفينها واحنا كنا بنلعبها وخلاص. فخلينا نروح نشوف تحديدا بقى في الفيديو جراف ده الاستفاده من تمارين نط الحبل ونرجع نكمل. لو حضراتكم متخيلين ان احنا اخبارنا خلصت عند هذه النقطه تبقوا غلطانين غلطه كبيره. احنا طبعا هناك المزيد من الاخبار، بس بمجرد العوده من هذا الفاصل وعوده مره ثانيه 10 الصبح بالليل.